السلام عليكم ورحمة الله. احنا من دولة العراق، عندنا طفل هذا علاوي عمره 8 شهور، عند الكبد ماله تضخم بها، وعند القناة الصفراء، ويعني عانينا من دولة العراق، قالوا ما طب إلا بدولة الهند. دولة الهند ما رحبوا بينا، ومن مخابرتنا من ضمن دكتور خطاب جابنا على مستشفى الهند مانيبال. جينا هنا على دولة الهند، قاموا بينا بالواجب، اخذنا تحاليل، ما تحاليله راسلنا الدكتور شالندر، الرجال ما قصر، قامنا بالواجب، واحنا نشكر جزيل الحال التقدير إلى يعني. واخذنا تحاليل ما تحاليله، قال كملنا العمليه مالته، يعني اول ما ناسلنا من العمليه مالته قال 99%. رحنا على غير مستشفى هم بالهند، ما 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 وافقوا على زراعه الكبد. جينا على مستشفى منيبال على الدكتور هذا، والرجال ما قصر يعني، وقام بنا بالواجب ونجح العمليه. وهسه ان شاء الله الطفل ماله هذا وضع زين، واحنا نشكر الدكتور ونشكر الدكتور خطاب، ونشكر مستشفى مانيبال كادر كلها، يعني مستشفى مانيبال وما قصروا ويانا، واحنا نشكرهم حق التقدير، وبارك الله بهم ونشكرهم يعني فوق التقدير، جزاهم الله الف خير. وبعد لحظات يعني اسبوع، اقل اسبوع، نرجع الى ارض الوطن الحبيب. Baby Ali Hamad was 9 months old when he came to us. He was his weight was only 6 kg, and when he came, he was having deep jaundice, and there was a history of jaundice since birth. He was evaluated in his own country and was diagnosed as a progressive familial intrahepatic cholestasis type 2 disease, and treatment for that disease was transplant only. So he was referred to us, and there was family history of 3 siblings died because of this jaundice without any evaluation. So he came to us, we evaluated him, and the mother was the donor, and he underwent transplant on 3rd of January, and he recovered very well. The difficult thing in his case was his portal vein was absent. So we reconstructed the portal vein and gave the inflow to the liver, and the case was successful. He was discharged within 15 days of transplant, and he is regularly coming for follow up now. His liver functions are normal and he is doing very well, and soon he'll go back to his own country.